ماراثون المناظرات الجهويه الديمقراطيه التشاركيه، وكنت نشرت في الاول مسجله لعاش معنا هذه التجربه هذه، وكان مشرف على الموائد المستديره والنقاشات اللي كتطرق الموائد المستديره الحضور الفعلي اللي تكلمنا عليها، وغادي نعطيو مباشره الكلمه اجل انه يتقاسم معنا اكثر كيفاش دازت التجربه وشنو اهم الخلاصات واهم النتائج ايضا. تحية طيبة للجميع، شكرا غسان وشكرا شيماء، شكرا لكم على الحضور الجديدة هذه اللي قمنا بها اللي كانت تجربة مهمة. كنحاول من خلالها أننا نوقف عند أهم مكانين الضعف والقوة عند هذه الآليات اللي شرعت الدستور المغربي. كانت تجربة جد مهمة وغنية، وأننا انتقلنا في مجموعة من المناطق طلعنا على تجارب مختلفة، لكن هاد المشاكل اللي كتعاني منها الهيئات او التحديات هي تقريبا كاين بيناتها واحد الترابط على المستوى الوطني. اليوم حنا في الندوه الصحفيه لتقديم نتائج دراسه اللي قمنا بها في اطار مشروع اي ميديا واللي عندها علاقه بتتبع عمل الهيئات الاستشاريه. نتائج هذه الدراسه يعني انطلقوا من ماراثون ديال المناظرات الجهويه الديمقراطيه التشاركيه اللي انطلقوا من 23 فبراير الى غايه 21 ديسمبر 2022، وكان الهدف منهم هو أنهم يجمعوا مجموعة من الفاعلين سواء الفاعل المدني ولا الفاعل السياسي، أيضا حضور الشباب والشابات، وكانت مجموعة من النقاشات حول عمل الهيئات الاستشارية، شنو هي المعيقات التي لازالت تعيق عمل الهيئات الاستشارية، ما هي الحلول الممكنة من نهوض عمل الهيئات الاستشارية، وتم الوقوف على مجموعة من التحديات التي لا زالت تواجه عمل الهيئات الاستشارية، منها ما هو قانوني، منها ما هو تدبيري، منها ما هو مالي، منها ما هو أيضا سياسي. وتم اقتراح في الأخير مجموعة من التوصيات اللي الهدف منها دائما نهوض عمل الهيئات الاستشارية. أول هذه التوصيات يمكن مثلا إعادة النظر في العلاقة بين الفاعل السياسي والفاعل المدني، واعتبار هذه العلاقة هي علاقة تكامل لا علاقة مبنية على المنافسة بين الفاعلين. أيضا إعادة النظر في القوانين المؤطرة والقوانين التنظيمية اللي عندها علاقة بعمل الهيئات الاستشارية، وجعل أو إعادة النظر في شروط هيكلة وعمل الهيئات الاستشارية وجعلها إجبارية من داخل المجالس المنتخبة. أيضا ما يتعلق ما هو تدبيري، وضع دليل مصدري أو يعني إجباري ينظم عمل الهيئات الاستشارية وينظم أيضا شروط الولوج إليها. الآن في صدد تقديم الخلاصات الأولية ديال واحد الدراسة اللي قام بها منتدى بدء المغرب مع شركائه، خصوصا أكاديمية الدوشفال ألمانيا، حول واقع الديمقراطية التشاركية بالمغرب، خصوصا ممارسات في الهيئات التشاورية اللي خلقها القانون منذ 2015. منتدى بدء المغرب تخدم على القضية ديال الديمقراطية التشاركية منذ بدئه في البداية ديال الألفينيات، والآن رأينا أنه نديروا واحد ليفالواسيون ديال هاد القوانين اللي تحطوا مؤخرا واللي بدا العمل بهم، خصوصا فيما يتعلق بالهيئات التشاورية من أجل الديمقراطية التشاركية. هاد ليفالواسيون ولا التقييم ديال العمل جا عن طريق واحد العدد ديال الجلسات اللي كانوا في 6 الجهات، واللي تقريبا جمعوا تقريبا 500 مشارك ومشاركة، اللي من بينهم أعضاء هيئات، منتخبين، منتخبات، كذلك ممثلين على السلطات المحلية والجهوية، واللي عطاونا التصورات ديالهم وكذلك الممارسات، كيفاش تتم الممارسات ديال العمليات التشاورية في الجهات وفي الجماعات وكذلك في الأقاليم. من انطلاقا من هذه العملية هذه خرجنا بواحد العدد ديال التوصيات اللي كذلك كانوا شاركوا فيهم ممثلين ديال المجتمع المدني المهتم بقضايا ديال الشأن المحلي، واللي بينوا انه كان عدد واحد العدد ديال الاختلالات في القوانين التنظيمية، خصوصا فيما يتعلق بهذا ديال الديمقراطية التشاركية، وخصوصا بصفة ادق في طريقة التمثيل ديال هاد الاعضاء ديال الهيئات، كذلك فيما يتعلق بالميزانيات المخصصة، وكذلك فيما يتعلق بإلزامية الآراء الاستشارية التي تقدموها يعني التي تقدموها على المجالس المنتخبة. وهذا تبين أنه من جهة كان واحد الاهتمام كبير بالشؤون ديال الديمقراطية المحلية، ولكن كذلك كان من جهة أخرى كان واحد العدد ديال العراقيل اللي خاصها ترفع
مع عن طريق التعديل، خصوصا عن طريق التعديل ديال القوانين التنظيميه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.